بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي أينما كنتم، وحشتونا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالظلم والشقاء صناعة البشر. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم، والحلقة 576 من ملك وكتابة، حلقة اليوم الخميس في ليلة القمة. عود أحمد يا باشمهندس، ربنا يخليك وحشتنا، وإن كانت فرصة أن أنا أقدر أستمتع بأدائك. لا أنت وحشتنا كتير، أنت وحشتنا كتير، ألف حمد لله على السلامة. ربنا يخليك يعني يخللنا السادة مشاهدين ويقدرنا أن احنا نكون على قدر المسؤولية دائما. الحمد لله أحسن دلوقتي كتير، الحمد لله. نحمد الله، نحمد الله، الحمد لله. هسألك ما يعني هو قاعد هو بيراقب ويتابع ويحلل ويخزن، فلازما نعرف منه كل انطباعاته على الفترة اللي فاتت في حلقة مهمة. هذه أبرز عناوينه: مقالي ومقالوا عود أحمد، الغربال نهاية العالم ليست غدا، بعضمة لسانه الملك يطارد الأميرة، الشموع الحمراء مراد فهمي أهلاوي ساهم في نشأة الكاف، أسرار الملك فلافيو الرأس الذهبية، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. زي ما تعودنا دايما البداية مع مقالي ومقالوا عود أحمد يا باشمهندس، بس مش أحمد 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 ذهب أحمد أحمد إنما بلا عود بلا عود، عود أحمد. ونورت الاستديو ونورت جمهورك، الحمد لله. والناس كانت قد إيه مشتاقة إنها تشوفك ومهتم إنها تطمن عليك. دايما المرض بيكون فرصة إنسانية إن الإنسان يشوف كثير من الأمور، والحمد لله وفضل من ربنا يعني جامد جدا. استشعرت الحقيقة أن عمر الواحد ما راحش هباء، وأن الحمد لله يعني ده. أنا عايز أشكر ناس ما توقعش أنها تتصل بيها، أستاذ إبراهيم خالص، منهم زملكاوية كبار كبار ويتصلوا، وزملكاوية من الجماهير العادية بقلبهم وشغفهم، وطبعا أهلاوية ورموز كبيرة جدا 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 سواء داخل أو خارج مصر. أنا كنت بشوف كل حاجة، لكن ما كانش مسموح إن أنا أرد على التليفونات لسببين مهمين. يعني الناس برضو لازم تدرك باستمرار الموضوع ده بالنسبة للرجل أو الست اللي بيبقى في الظرف ده، في حجرة المرض، يعني أي إنك أنت بتسأل، وده اهتمام بيشعر إنسان إنه حي. لكن في نفس الوقت أنت مطالب إنك تحكي لكل واحد الوضع إيه، في وضع أنت مش فاهمه. أيوه بتحكي عن حاجة مش عارفها. فما كنت بقول للدكاترة فهموني عشان فاهم الناس، قالوا لي ما تردش على التليفونات لأن ده إجهاد جامد جدا، ومش هنقدر نقول لك كلام محدد ترد بيه على الناس. فكنت بكتفي أشوف المسجات وأشوف المسد كول، وأعرف الناس اللي اتصلت بيا اللي بشكرهم جميعا، وأشكرك أنت والأخوة. لا لا ده الواجب. لكن على ذكر أحمد أحمد، من الأخبار المهمة أعتقد اللي أنت تابعتها؟ ده أنا فاتني كذا حدث. إيه بقى؟ فوز الأهلي كأفضل قناة. أيوه. وده بيقودني إلى أن هو الأهلي كده، لما بيعمل حاجة يعملها جد. أيوه. ويعملها برسالة. بتسمع. وبالناس بتثق فيها، وبيكافئ انه يشوف رد الفعل على هذا المستوى داخل وخارج مصر. اسلق صدري جدا هذا الخبر، خبر احمد احمد. ده خبر احمد احمد ده لوحده له علاقه بالكلام اللي انا قلته في الاول. هو احنا مين وبنعمل ايه في بعض؟ هو احنا ازاي يعني لا نناصر الحق الواضح؟
الإنسان الذي لا يناصر الحق الواضح مهما كانت مكاسبه من وضع فاسد أو وضع مؤقت أو وضع ملتبس، ده لازم يراجع نفسه. والله سيؤاخذ وسيحاسب. صناع الفتن اللي ما زالوا مستمرين في هذه الصناعة، أنا بقرأ حاجات من كتر ما مش هقول بقى تضحك، لا هي مأساة، كوميديا سوداء. أما يتقول لك حصل دوبلير لفلان في لما يجي يتقال لك هو مش عارف ليه دلوقتي، ليه دلوقتي ايه؟ ده الاتحاد الدولي بيحقق بقاله سنة ونص، ليه دلوقتي في ايه؟ هو كل حاجة ربطينها بظرفنا الخاص ليه؟ بماتش كورة. هو الراجل اللي رحمة الله عليه عمرو فهمي ده لما أقدم قال أنا مقدم مستندات، الناس تطلع تشكك فيه وتتهمه هو بالفساد، ده حاجة ايه القسوة دي؟ ايه وناس مثقفة جدا تتهمه بالفساد وانه سليل هذا الفساد. انا مش مصدق القامات العظيمة اللي انا كنت منبهر بيها على المستوى الادبي لما بقرا لها هذا الكلام، ده بياخد من رصيدها. احنا لينا رسالة. حقيقي بعضهم عمل مراجعة لنفسه، ابتدى الخطاب بتاعه يتعيد لاخر 3-4 ايام، لكن هو كلمة المبادرات ولا للتعصب ده، هو انت بتكلم مين؟ بتكلم الجمهور. الجمهور ده اخر واحد تلومه. الجمهور ده بيتلقى من مسؤولين وبيتلقى من اعلام اللي لازم يخليه يتجنن. اللي صحيح. لازم يخليه يفقد الثقه في كل شيء. انت بتزور التاريخ وبتقدمه له من غير ما حد يدافع عن هذا التاريخ. دي بص طبعا انا متفهم الدوافع النبيلة والإنسانية والسياسية لمعالي وزير أشرف صبحي إنه يعمل مبادرة، لكن هو أهم من المبادرة القرار. أنت في مركز متخذ القرار، حارب الشذوذ والخروج عن الخط، حارب الدعوة إلى الفتن، حاربها، حاربها بقرارات، احجب هذه الظاهرة أو هذه الظواهر أينما كانت، هنا هنا هنا. هو ده اللي يخلي الناس تحس ان في موضوع بجد ضد التعصب. التعصب مش ان انا هو احنا لما نقعد نغيظ بعض ونحفل على بعض، انا بقول لك في 2 اصحاب ينزلوا يلعبوا دوم انا واحد يموت التاني في الاخر عشان بيغيظوا، مش عشان حاجه تانية، مش عشان المشروب اللي خسره، يلعبوا كوتشينه وطرق على البصر على قرطه ويقولوا مش عارف خد واشرب لما جننوا. هذا كلام فارغ لا يرضي الا غرور الحمقى ولا يرضي إلا نفوس المرضى. يا جماعة التحفيل خليك أنت وصاحبك وبتاع في أوضة مغلقة، إنما يبقى كل همنا من الرياضة إزاي نغيظ بعض من قبل الحدث، من قبل الحدث. الناس شايلة هم، طب الناس شايلة هم بكرة ليه؟ أنت فاهم إن شايلة هم بكرة عشان الترتيب وعشان مش عارف، طبعا ده جزء لأنه بيستخدم في تزوير في الآخر الحقائق أو في تغييرها، بلاش تزويرها، لكن الاهم من كده عشان شايلين هم اللي هيحصل. ايوه الخسران شامي اللي هيتحفل عليه بيه. هو انا لما اكون كسبان وبمنتهى العزه اروح واخد الخسران تحت باطي واقول له والله العظيم انا اللي كنت موافق، انت برافو عليك النهارده، ايه الرساله اللي ممكن نديها للناس؟ هو ده. هو الناس لما تقول لك اعمل ممر شرفي للفائز، هي بتغيظ الخسران ولا بتبين ازاي انا قوي لدرجه ان اتحمل مراره الخساره، ان انا اهني نتيجه محتمله؟ اصل دي احد النتائج اللي في الرياضه اللي لازم وانا بلعب مهما كان مستوايا ابقى متوقع انها قد تحدث. ايوه لا هي بالارقام ولا هي بالمستويات ولا بالتوفيق الذي اصبح في ايد ناس كتير جدا، مش في ايدك لوحدك، في ايد حكم، في ايد عارضه، في ايد فار، في ايد حاجات كتير قرار جدا. احنا رابطين كل شيء بكرامتنا ليه؟ ده في الاخر لعيبه بتوفق، وانت يا سيدي عندك لعيب من حقك تشوف احسن واحد، لكن مش من حقك انك تشوف التاني اللي قدامك اسوأ واحد. ليه؟ ما سيبنا استمتع بلعيبي واستمتع انت بلعيبك. هو احنا خسرانين ايه؟ صحيح. انا عايز اعرف، وانا لما بكسب وببقى سعيد ما افرح بلعيبتي وهو يفرح بلعيبته يقول انا عندي احسن ناس في الدنيا؟ طبعا. هو انا لما اكون في عيله واقول انا سليل النبل والشرف، جاري يتضايق مني في ايه؟
ما انت كمان سليل النبر والشر. اه احنا عايزين ناخد، هي دي مش المبادرات، هي دي الثقافه التي تقضي يا استاذ ابراهيم على التعصب. فالانسان ظالم لانه اللي بياخد سكه الشقاء. والفلاسفه في العصر الحديث لما قالوا الجحيم هو الاخرون اختزلوا كل الليله في الجمله العبقريه البالغه الدلاله. هو فعلا الاخرون لما لو الاخرون دول طيبين وبيطبطبوا حد هيزعل؟ مفيش مشكله، مفيش مشكله، هيزعل من نفسه مش هيزعل من حد تاني. انما يقعد يشكك في كل كلمه وكل صغيره. لما توصل ان انا اشكك في 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 في, في مسحات بيعملها الاتحاد الافريقي، يعني حاجه، ايه الجنون اللي احنا فيه ده؟ على كل حال انا مش عايز اطول، لكن انا ارجع تاني اشكر كل الناس اللي حسستني ان انا شيء بسيط يهمهم، واتمنى يا رب اكون على قدر هذه الثقه. وبقول يا جماعه انا بوعد نفسي قبل الاخرين، اذا كنت انسان قوي انا مش هحفل على حد. يا رب كلنا نعمل كده. أعتقد دي نصيحة مهمة جدا ودرس مهم بيأكد عليه المهندس عدلي. وخليني أقف عند نقطتين من اللي قالهم، مع إنه نقف عند نقط كتيرة بس مبدئيا نقف عند نقطتين بس. النقطة الأولانية مبادرة لا للتعصب شيء رائع وشيء كويس إن احنا نلتف حوالين هدف، بس زي ما المهندس عدلي قال، الدكتور أشرف صبحي كوزير مشكورا جدا ومحمودا له إنه يعمل هذه المبادرة أو هذه الدعوة خلينا نسميها، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. لكن المتلقي وهو الجمهور هو آخر طرف ممكن تطالبوه إنه ياخد قرار بعدم التعصب، لأنه هو تقريبا المكون الأخير في الموضوع، هو الضحية، هو اللي تلقى كل التدخلات المعيبة والمسيئة من قبل مسؤولين، التجاوزات الفجة جدا، الخروقات اللي لا حد لها للقوانين، التشكيك والإساءة والتعريض لسمعة الناس والخوض في أعراض، وليمة عشوائيات غير طبيعية تبعتوه على السطح الرياضي في الفترات الطويلة اللي فاتت. لو كان فيها قرارات حاسمة في كل الاتجاهات، ما بتكلمش في اتجاه واحد، ما كانش المتلقي اللي هو الجمهور وصلت به الحالة إلى هذا المكون السلبي. السطح الإعلامي وما عليه، السطح الإعلامي وما عليه، أديكوا شايفين كل التجاوزات اللي بتحصل. احنا لو عندنا تجاوزات بنستعد جدا للمحاسبه والمساءله، بس كمان عمم المساله على الكل، خلي دايما وابدا اكوادك الاعلاميه اللي احنا عرضناها اكتر من مره الكل حريص عليها يا باشمهندس. فانت لو عندك سطح اعلامي سليم وعندك مسؤوليه اداريه حاسمه وناجزه، المتلقي او الجمهور مش هيكون عنده مشكله خالص. مؤكد مؤكد. لو انت بتعلم ابنك هذا الكلام هيطلع انسان سوي. لا بتعلمه الغل وبتعلمه انه على طول طالما انه ما بيكسبش يبقى في حد بيظلمه. هيطلع هذا الشعور بالظلم يلازمه، مش بس في 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 في, في ماتشات الرياضه ده، ممكن في الامتحان يقول لك شفت بقى الامتحان وحظي، ومش على طول هيلوم حاجه غير نفسه، مش هيعمل اللي عليه. انت سالتني على دلالات موضوع يعني القرار بتاع احمد احمد. هو له دلالات كتيره جدا بس ده مش وقتها، انما لازم ده يتحلل صح. ايه اهمها؟ اهمها ان كل البطولات اللي اتلعبت الفتره اللي فاتت كانت محل جدل بصنع او بفعل فاعل. بفعل فاعل واضح، ولا بطوله مشيت بهدوء. ولا حد مشي بهدوء. وضحايا كثيرة واضح انهم سقطوا وكان معاهم الحق. ولما كنا بننبه لهذا الكلام يعني كان الناس بتاخدها في سكة يعني حاجات شخصية، اصل ده عشان ما بيكسبش، اصل ده عشان بيكسب. ايوه فاهم. شوف اللي ما بيكسبش هيحاول يتحجج شوية. ايوه. لكن الامين مع نفسه بينكافئ على اسبابه ويعالجها. إذا فضلت تلوم اللي حواليك والظروف خلاص أنت حر عيش في الدور ده. لكن أحمد أحمد هي بس اللي أنا عايز أقوله، أن العدالة البطيئة ظلم فادح. صحيح. لأن وراها تداعيات، أنت لو كنت أنت خدت القرار ده في شهرين ثلاثة معاك مستنداتك ومعاك كانت حاجات كتير جدا اتظبطت آخر سنة على الأقل.
انما تبقى مستشعر ان كل شيء. خلينا في التفاصيل، انا عندي تفاصيل كتير عايز اعلق عليها في هذا الشأن، لان الاتحاد الافريقي وهو يملك نجوم من اعظم نجوم العالم النهارده يعاملوا باعلى قدر من الاحترام، بعضهم ينافس باستمرار على افضل لاعب في العالم، يستحق اداره كرويه افضل. الاتحاد المصري نفس الشيء، عنده اقوى مسابقه بتفرز ان ثلاث انديه بيوصلوا الى هذه المراحل المتقدمه في البطولات الافريقيه، يبقى ده افراز دوري. صحيح. شوف في تفاصيل كتير مش عايزين نضيع، لان بكره في حاجه، في حدث مش عايزين نقضي على الحدث. هو الحدث اللي الناس مترقبه، كل واحد مستني يكسب بطوله يضمها على نفسه ويفخر بيها في هذا الاطار فقط، تفخر ببطولتك، مالكش دعوه بالخسران. عشان كده ده كلام مهم جدا هنجيله بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. خلينا ننعي لجماهير الكره في العالم كله الحقيقه، كل محب كره القدم ومحب الرياضه، رحيل الاسطوره ديجو ارماندو مارادونا رحمه الله. ديجو ارماندو مارادونا هو ظاهره بالتاكيد. ظاهره كرويه وظاهره شخصيه في شخصه. اولا 60 سنه ده مات صغير، ده دليل انه كان عامل في نفسه عمايل ما حدش حاسس بيها. ايوه. موهبه يعني قلما يجود الزمان بمثلها. وانا مش من النوع اللي يقعد ومين الافضل؟ بيلي ولا مارادونا ولا ميسي ولا رونالدو ولا رونالدينهو. بمعيار المهاره ربما رونالدينهو ده يكون الساحر. بمعيار الاخلاق والقدوه والقيمه الكرويه ربما بيلي يتصدر المشهد. بمعيار الانجازات مش محدش قرب لا من ميسي ولا من رونالدو. لعيبه كتير جدا، وزين الدين زيدان و و و و ودي ستيفانو، وانا كنت من عشاق دي ستيفانو. لكن يبقى الاكثر جدلا طول عمره منذ نشاته من اول يوم هو مارادونا. مارادونا لعيب قوه بدنيه هائله، مهاره هائله، تاثير فردي صحيح على فريق صحيح. يعني رغم انه لاعب فردي جدا الا انه تاثيره جماعه على فريقه كان عجيب. عمل انجازات مع المنتخب لكن ما عملش انجازات على المستوى الشخصي في حاجه ثانيه. وبعدين في الاخر ما تبقاش هو فاهم هو عايز ايه، بيعمل ايه، هو بيمرن ولا عايش بي ار في ال، يعني هو بينه وبين نفسه كان حاله انسانيه عايزه دراسه جامده جدا. رحمه الله على ديجو ارماندو مارادونا، واحد من اللي امتع عشاق كره القدم في كل مكان. عايز اشكر حضراتكم كتير، لانه الحقيقه في الفاصل لقيت كميه رسائل جايه للمهندس عدلي صديقنا الاهلاوي الاسكندراني الجميل احمد جابر من دبي، بيقول لي كنت اتمنى اكون موجود وابوس راس يا راجل يا راجل يا راجل يا راجل يا احمد بيه، انا اللي ابوس راسكم واحد واحد والله. سعيده جدا بعودتك والله العظيم، انتوا ما انتوا عارفين انتوا عملتوا فيا ايه. الف الف الحمد لله على السلامه. زي ما قلت لك عود احمد، ونبص مع بعض نشوف ما في الغربال. ساعه لقلبك، ليله القمه. ليله القمه ليه؟ لان العالم صورت الدنيا كما لو كان نهايه العالم غدا، مع ان بكره مش نهايه العالم ولا حاجه. بمناسبه الغربال بقى، الاتحاد الافريقي اختار مصطفى غربال الجزائري حكم الليله القمه، هيقول لك ده الغربال بتاع ملك وكتابه. طيب ماشي، مصطفى غربال الجزائري حكما للقاء القمة ونهاية أفريقيا بكرة، الأهلي والزمالك إن شاء الله، مباراة الساعة 9 في استاد القاهرة. الطاقم كده رهونا، لأنه الحقيقة الاتحاد الإفريقي رأس الناس كلها. فضل مودين رضوان جيد المغربي، والناس اتكلمت على رضوان جيد، لكن الحقيقة هو حط كمان رضوان جيد كحكم فيديو. حط المغربي رضوان جيد كحكم فيديو، وجاب الذنب المثير للجدل جاني سيكازوي حكما ل أو حكم رابع. والطاقم الجزائري بقيادة مصطفى غربال حكما للقاء، حضر الطاقم النهاردة عمل للاجتماع الفني، وده شيء كويس من الاتحاد الافريقي الحقيقة. دي بداية الانضباط شوية، ان احنا طاقم الحكام محدش يعرف عنه حاجة،
الا قبل المباراه بساعات في الاجتماع الفني بيتفاجئوا بيه، وقال لك الاتحاد الافريقي النادي المنظم للمباراه بعد كده ملوش علاقه بالحكام. يا سلام، اهم قرار. قال لك الاتحاد الافريقي وبرضه المدير الاداريين بتوعه هم اللي هيحجزوا للحكام. بس لحظه، مش من نوع الاداري مش الاداري طبعا، مش اداره اتحاد الكوره. لا، الاتحاد الافريقي من خلال والله اللي يزيل التعصب الشفافيه. النهارده طالع من الحكام ده، سمعت همهم عليه خلاص الدنيا، هي جابوا لك ثلاثة منهم اثنين مصنفين الفار والثاني احسن حكام. طيب يبقى كده لو في اخطاء هنعمل ايه؟ لكن على الاقل تبقى حاسس انك انت الدنيا ماشيه بقدر يعني من الاهتمام. فيعني نتمنى بص، الاتحاد الافريقي عنده مشاكل جامده جدا جدا جدا، بطولاته اصبحت مجروحه. ودي مشكله يعني امام العالم، مش صح. زي ما بقول لك، الكره الافريقيه بقت ممتعه، النجوم الافارقه بقوا ممتعين. ما تتسابش كده، وحجم الانفاق دلوقتي في افريقيا بقى هائل جدا. طيب ليه بقول لكم ساعة لقلبك ليلة القمة؟ الاتحاد الافريقي عمل امبارح مسحة، لجنة او شركة مختصة مسؤولة من قبل او عن طريق الاتحاد الافريقي زارت المعسكرين امبارح الساعة 10 الصبح في الاهلي، الساعة 11 في الزمالك، اخذت عينات من الجميع بالمناسبة، حتى الاطقم الادارية والطبية والفنية والإعلامية اللي هتكون متواجدة من قبل المعتمدين الرسميين لكل نادي تم أخذ عينة منهم، وعلى الساعة 6-7 طلعت العينات. الاتحاد الأفريقي لجنة مختصة، شركة مسؤولة، على عينك يا تاجر، بمنتهى الشفافية والحسم والانضباط، واللي هتطلع إيجابية شكرا انت بره المباراة. وكانت النتيجة زي ما شفتوا 3 أهلي 3 زمالك، وليد سليمان اليو ديانج وصالح جمعه الثلاثه من الاهلي، جمعه قلبهم على الاثنين بره الملعب، وفضلوا يقولوا الحاجه والده صالح جمعه هي الوحيده اللي ضمنا تفرح يوم 27. شوفوا القر يوصل لفين. والله جابوا صوره الحاجه مع صالح وعبد الله، قال لك هي المؤكد هي اللي هتكون وحيده الفرحانه يوم 27. تشاء الاقدار انه الاثنين شفاهم الله، صالح وعبد الله جمعه اخوه في الزمالك، بالاضافه الى يوسف اوباما والونش لاعبي الزمالك، يعني ثلاثه قصاد ثلاثه. انا ليه بقول لكم ساعه لقلبك؟ لما يكون الوضع بهذا الحد ويطلع صحفي الاخ علي السيسي يكتب تويته وتتبادلها بعض الجماهير، وهنا بنقول شوفوا انتوا بتلوموا الجماهير، انتوا بتلوموا الجماهير على التحفيل، مصدر مهم داخل اللجنه الطبيه دوبلير خضع للمسحه بدلا من الشناوي. بذمتكم ساعه لقلبك كانوا يعرفوا يعملوا كده؟ كانوا يقدروا يسلوا الناس بالطريقه دي؟ لا بس بص الخبر. كنا نوصل لكده؟ بص الخبر مكتوب ازاي؟ مصدر مهم باللجنه الطبيه صرح. هو المصدر المهم ده لما يشوف دوبلير ما يكتبش شكوى؟ ما يبلغش النيابه؟ يا جماعه ايه استخفاف معقول الناس ده؟ يعني هذا كلام المقصود بيه انك تعيش في دائره الشك، دايما تعيش في دائره الشك، التشكيك في المسحات من قبل ما تتم. وهي يقول لك الاهلي مخبي، هو الاهلي هيخبي؟ هو الاهلي هو اللي بيعمل المسحه قبليها؟ الاهلي مخبي؟ لا هيخبي ايه؟ ده هتتعمل مسحه من الكاف وهيقولوا تعال. طب هو الاهلي لو بيخبي مكان خبى ديانج، واحد من اهم اللعيبه اللي هم هيخبي ليه؟ يعني انت بتعرض يعني افرض ان هو عايز يخبي، افرض ان هتيجي تقول ايه؟ اصل وليد سليمان ما عندوش اعراض بس النتيجه ايجابيه، مكان خبى. هو ايه ليه كده؟ يعني هو بس عندما حتى تكذب بلا منطق، يعني منطق الكذب، منطق الكذبه، عشان الناس يعني ما تبقاش شايفاها زي ما انت بتقول ساعه لقلبك. الحقيقه الواحد بيربأ من كبار الاعلاميين، علي السيسي ده كان رئيس صفحه، علي السيسي طبعا، وراجل رئيس صفحه مصر اليوم. وبعدين
قضى عمره في الخليج، يعني راجل جاي مرتاح ومبسوط ومقضي عمر حلو، مش محتاج للهيصه دي، مش محتاج اكتر من انه يبقى موضوعي شويه مع نفسه من غير ما انا لا بهاجمه ولا متوقع منه هاجمني، واذا هاجمني شكرا هو حر. انا يعني انا بس بحط علامه استفهام مش فاهمها، ما عنديش اجابه ليه الموقف يبقى كده، ومقصود ايه بالكلام ده، عايز اوصل لايه من الكلام ده. بس ما هو نفس المنطق ونفس الشخص لما برضه في حته افريقيا، اصله الاهلي بنى قصر العيسى حياته في الكاميرون عشان كده اداله نادي القرن. متخيلين انتوا؟ متخيلين ان في منطق يقول كده؟ لكن هي تفاصيل ساعة لقلبك. خلينا نقول لكم الاهتمام الكبير طبعا من قبل الجرايد بالنهائي الافريقي الحلم الحقيقه، لانه لاول مره في تاريخ الكره الافريقيه في دوري الابطال فرقتين من مصر او من دوله واحده يلعبوا المباراه النهائيه. ما يعني انه البطوله مصريه، ما يعني ان مصر فازت بكاس بكاس دوري ابطال افريقيا لما تربط ده، ما يعني ان مصر ستشارك في كاس العالم للانديه في الدوحه يناير المقبل ان شاء الله، لما تربط ده بترتيب انديه القرن الماضي، ان الاهلي الاول والزمالك برضه ناديين مصريين. أيوة. يعني الكره المصريه كره محترمه، احنا اللي مش عارفين نحترمها. ايوه احنا لازم نحترم الكره بتاعتنا. نحترمها ازاي؟ انها تبقى الاكثر تنظيما على مستوى القاره، مستوى أيوة. الشرق الاوسط. أيوة. ان الناس زي من زمان ما خدوا خبراتنا عشان يوضبوا احوالهم ويسبقونا. ويسبقونا ليه؟ طب ما نفس الخبرات دي لما بيتاح لها لعمل الشفاف الفير هتنتج. ليه احنا الكوره بتاعتنا عايزين نعيشها في هذه الضجه؟ علشان المصالح الفرديه الضيقه. المسا استطلعت راي بعض الخبراء عن المباراه المرتقبه، قالوا انه مصر كسبانه في كل الاحوال، وان احنا نتمنى لقاء قوي في روح رياضيه عاليه. ضياء السيد قال لك موسيماني وباتشيكو الافضل هيكسب، والكابتن فاروق جعفر قال لك التحلي بالروح الرياضيه، وايمن يونس بينتظر صورة مشرفة للكرة المصرية، والكابتن علاء أبو جريشة نريدها بلون علم مصر، وإسلام الشاطر قال لك الفرص متساوية، وهشام حنفي يتوقع الأحمر يفوز بهدفين، ويرد الشيشين على أن الزمالك أفضل وأقرب. مهندس عدلي أثار نقطة في البداية في جزئية الدعوة لعدم التعصب، نبذ التعصب، ودي الدعوة اللي كانت طرحت وهو مش موجود معانا الحلقتين ثلاثة اللي فاتوا. بفكروا بمقالة النهاردة أو في جزء من مقالة الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مقالاته بالأخبار. بيقول مصر أولا لا للتعصب، دعوة لن تؤتي ثمارها بين يوم وليلة، هي فقط نقطة البدء، لن يختفي التعصب بانتهاء مباراة الجمعة بين عملاقي الكرة المصرية، ولكن مطلوب خطة كاملة لمدة عام على الأقل تشمل كل نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية لنشر أفكار إيجابية والتصدي لتيارات الإحباط. أنا موافق. آه. مش في يوم وليلة، وده اللي إحنا بنقوله، لكن عايز أضيف عليها والإدارية. والإدارية. أنت فاكر لما كنا بنناقش الكابتن صالح وبعدين أنت بتقول له رأيك إيه في القضية الفلانية؟ قال لي أنا مسؤول ماليش رأي، أنا ليا قرار. أنا ليا قرار، إزاي أقول رأي؟ طب انا لو ليه رأي ماخده في شكل قرار. ايوه هو ده. مجموعه من القرارات المنظمه الحاكمه الشفافه العادله التي لا تنظر الى الوان ولا تبرر لحد غلطته. ما ينفعش انك تشوف لعيب غلطان وبعدين يقول لك الحكم ما كتبش. مصر كلها شايفه. طب ما في وسائل اخرى. فانت هو ده الكلام اللي بيخليك في اي مكان انك انت تبتدي تهمهم. عايزه خطه، وخطه المسؤولين يلتزموا بيها بصرامه. المسؤولين طبعا هم اللي هيقودوا. هم اللي عندهم القرار، هم اللي عندهم القياده. هو اللي عنده القياده انه يرفض الغث ويقاومه ويحتفظ بالثمين ويقدمه ويقدره. هو مفيش حل تاني. مفيش حل تاني عشان ننقذ الاجيال القادمه. لما كنا بنقول ماذا نقدم للاجيال القادمه في المدارس اللي عمالين نبذل مجهود جامد جدا، لكن عمالين نقدم لها قدوه
بتاخدها في شركه اللي تكسبه العاب وكل واحد ياخد حقه. لا ما ينفعش، مش شطاره. الشطاره انك انت تبقى قوي من جوه الى درجه انك ما تعملش غير الحاجه الصح. طيب علشان وانت شاهد على العصر وعلى تطوراته الحقيقه، الاستاذ حسن السكاوي كاتب مقالته ايام مع الاهلي والزمالك، وبينتهي فيها بعد استعراض الايام الجميله واللي كان الوضع السائد، بيختتم بجمله لازم اعرف رايك: كانت اياما جميله وبريئه، لم يكن المجتمع قد لوثته نار الكراهيه، لم يكن شيطان التعصب قد عرف طريقه الى عقولنا في تلك الايام البعيده التي تبدو اليوم كانها من صنع اله الزمن. لسه بقول لك اله من صنع البشر. اه عشان بقول لك الظلم والشقاء صناعه بشر، احنا اللي بنتعس نفسنا، احنا اللي بنحول الشيء الجميل اللي المفروض يبسطنا الى شيء يخوفنا. الناس خايفه من كره القدم دلوقتي، مفيش بيت مش شايل هم. ما هو الكوره بقت هم. يعني ابص كده ساعات لاولادي اقول يا ريتكم حبيتوا الكوره. الرياضه بشكل، يا جماعه الرياضه ممتعه. ممتعه وليها 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 بهجه. حتى وانت بتعرى وبتعب وبتخسر وباللي قدامك يقول لك هارد لك، والله العظيم انا اللي كنت لك النهارده، يا اخي كلمه حلوه تخليني اروح حاسس ان انا مبسوط وحاسس ان انا ليا قيمتي. مش المساله مساله ان لو كره جت في العارضه هنا دخلت وجت في العارضه هنا خرجت ان انا وحش والتاني احسن او العكس. ايه علاقه ده؟ حكم ما ادانيش حقي وحكم ادى حد مش حقه، ايه علاقه ده بالكرامه وبالمستوى بنربط ايه بايه؟ نقدر نخلي حياتنا اجمل بتغيير المفاهيم، كلها مفاهيم في السياسه في الدين في 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 في, في الحياه كلها مفاهيم يا استاذ ابراهيم. تقدر تكون انت جالب السعاده او مصدر الشقاء. طيب اين ستشاهد المباراه؟ ده السؤال للكاتب الصحفي الكبير الاستاذ صالح الصالحي، وكيل اول المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. الاعلى لتنظيم الاعلام مهتم جدا بالحاله الكرويه، وبيقول صالح الصالحي عن هذه المباراه: عشاق الرياضه يترقبون قمه الحضاره والتاريخ، ينتظرون مشاهده افضل ناديين في مصر وافريقيا، فدائما ما تحظى مباراه الفريقين باهتمام واسع، وبيسير على انه الكل يستعد ويحضر نفسه من الآن لمشاهدة هذه المباراة. أتمنى أن تقدم لنا هذه المباراة المتعة والترفيه، وأن تكون درسا في الروح الرياضية، وأن تعكس صورة إيجابية عن مصر الحضارة والتاريخ، وأن تترك في النفوس ذكرى طيبة يسطرها التاريخ بأحرف من نور. علينا كمشجعين أن نعلم أن هناك فائزا وسوف نصفق له جميعا ونهنئه، وهناك من لن يوفقه الحظ، ولا أقول خاسرا لأنه لا خسر في هذه المباراة، وسوف نصفق له أيضا ونشد من أزره، فهو شريك في هذه الاحتفالية. أتمنى أن يتحلى جمهور الفريقين في كل مكان وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بروح الود والتشجيع المتزن دون تحفيل أو شماتة. دون تحفيل أو شماتة. آه إحنا طول عمرنا طول عمرنا من الآخر خمسينات بالنسبة لي، وشوف أنت من أنت بالنسبة لك، واحنا بيتقال انتوا بتعملوا كده ليه في بعض؟ ده لعيبه اصحاب. وانا يعني كنت من ضمن الشله اللي مكان لعيبه الكوره يخلصوا بالليل، ها؟ كنا نروح نحب نقعد عند الكابتن غانم سلطان. انا وكابتن الخطيب وكابتن مصطفى وشوقي عبد الشافي وكابتن شوقي وكابتن زيزو، وكان اقرب ناس لبعض الشله دي. شفنا كابتن خطيب وهو بياخد بايد الكابتن حسن وبيروح، والراجل الحكم شاف منظر عمره ما شاف. ده معناها ايه؟ معناها ان المتاجره بالكراهيه في الثلاث سنين اللي فاتوا اصبحت مسؤوله عن هذه الازمه. عمرك شفت لعيب سابق فجاه بقى له اربع خمس ست سنين ما اتكلمش فجاه يطلع يجاهر بالكراهيه؟ فجاه يطلع يقول انا بكره كذا، اصل اتمنى الاهلي مش عارف ايه، الناس مثقفه اسعد يوم في حياتي ان الاهلي لما خسر. تخيل يعني ماشي، يعني ممكن ده يبقى شعورك على فكره، لكن ليه بتتاجر بيه؟ يعني انت استفدت ايه؟ يعني تقربت اكتر لجماهيرك؟
غيظت الجماهير التانية. طب ما عندها برضو حاجة هتغيظك بيها. يوه مين قال مين قال ان الغياظ ده كسبان؟ ده الغياظ ده خسران جدا. لانه هيلاقي ناس تغيظه اكتر. في ناس يعني موهوبة في انها تكيد اللي قدامها. واخد بالك؟ لا ما فيش لعيب. انا النهارده لما اكون انا بقى هنا مثلا اقول للاستاذ كرم هذا الكلام. استاذ كرم ما ينفعش ان مذيع يجيب لاعب عشان يستدرجه يجاهر بالكراهيه او يغلط في منافس او يغلط في دي النقطه او يغلط في تاريخ المنافس او يقعد طول النهار يقول لك اصل عمل وسوي في الاخر تطلع مساله شخصيه. المذيع يضحك. ما هياش شطاره. ما هياش انك انت تقول له ازاي بقى وتعمل نفسك بتدافع وانت بتستدرجه للكلام. الكلام ده كله هو ده صنع التعصب. لازم نقضي عليه الظاهره. لان بيطلع لك واحد هنا يقابلوا اتنين يطلعوا لك هنا. الليله بقت سهله ويبدو انها تجاره رابحه، تجاره الكراهيه دي. والا ما كانش الناس فجاه افتكرت انها بتحب وتكره وانها لازم تقول هذا الكلام. كلنا ايدنا في ايد بعض. ايوه بقرارات مهمه نعيد الحياه الى طبيعتها. مش عايزين نقول المثاليه، مفيش مثاليه. انا هفضل مش فرحان ان انا بخسر او المنافس بتاعي بيعديني، مش هفرح بس مش هكره. معيش جو الكراهيه، لان والله الشعور بالكراهيه بياكل صاحبه. بياكل صاحبه طبعا. هو اللي تعبان، هو اللي بينام عينيه في السقف من الغل والغيظ يعني تعالوا نجرب نظبط الاداء. يبقى صاحب القرار بيظبط الاداء، هتجد المتلقي في الاخر مش هيشوف غير الحاجه الطيبه. صحيح. تجفيف المنابع. صح. جفف منابع الكراهيه. خلي الناس تتكلم في الروح الرياضيه، مش تتكلم، تمارس الروح الرياضيه. بالظبط، تمارس الروح الرياضيه، افرضها. ليه؟ لان كل بيت فيه اهلاوي وزملكاوي. ده اللي قالته كمان الاستاذه امانه درغام في الاخبار. في زاويتها مفروسه قوي، بتقول يوم الجمعه القادم مباراه كره القدم المهمه في نهائي دوري ابطال افريقيا بين قطبي الكره المصريه الاهلي والزمالك، وهذا الحدث في حد ذاته مشرف لكل المصريين الذين يشجعون الاهلي او الزمالك، لان معناه ببساطه ان مصر على قمه القاره كرويا، ليس بمركز واحد ولكن بمركزين. هذه النقطه تحديدا يجب ان نعيها جيدا. فكل بيت في مصر فيه الاهلي والزمالك، وكل اسره مصريه بها من يشجع الاهلي ومن يشجع الزمالك، وتشجيعهم لناديين مختلفين لا يعني الخصام ولا الزعل ولا الفرقه ولا ايضا التعصب. التعصب مرض يغذيه شياطين الانس والجن، ابعده الله عنا جميعا وهدانا لاعلاء اسم مصر عاليا بعيدا عن التعصب والمغالاه. كل بيت فيه اهل وزمالك، ده امانه درغام، لانه كمان زوجها صديقنا العزيز الاستاذ ياسر رزق. والله فهي اهلاويه جدا والولاد اهلاويه وهو زملكاوي اسماعيلاوي. فهي عايشه الحاله. بس انا يعني اهو ده النموذج اللي انا مثلا عايز اتوقف امامه، استاذ ياسر رزق. انا اتعاملت معاه وكلمت معاه، اسماعيلاوي زملكاوي. بس مش كاره للاهلي، محترم للاهلي كمان، محترم جدا وعضو جدا في النادي. جدا جدا. بصرف النظر بقى، سيبك من العضويه، انا بكلمك على الانتماء. هو ده النموذج. خلينا كده، انا احب قوي الناديه، وانا مالي ومال النادي التاني، ما احبه واحترمه. بالظبط. العالم كله يحترم الاهلي والزمالك. احنا اللي بيقول احنا مش محترمين، هو في ايه؟ الاهلي محترم والزمالك محترم، والجمهوريه لما حبت تعمل مقارنه بينهم على الصعيد الرقمي طلعت ارقامهم التسويقيه محترمه الحقيقه، وتفخر بها مصر ان الكره المصريه فيها نماذج بهذه القيمه. فيها الاهلي، هقول لحضراتكم بحسب الجمهوريه، القيمه التسويقيه لفريق النادي الاهلي 27.85 مليون يورو. 27 مليون يورو. اللعيبه بقى الاعلى قيمه، الشناوي ب 2.5 مليون يورو، السوليه 1.5 مليون دولار، معلول زيه، قفشه زيه، اجاييه، ديانج 1.5 مليون دولار. يورو. في فرق 2 جنيه. انت علشان لا تفرق. معدل طبعا، معدل اعمار الاهلي 26 سنه، مشوار الاهلي في البطوله لعب 14 مباراه، فاز في 10، تعادل في 3، خسر واحده، سجل 34 هدف واستقبل 6 اهداف. الاهلي عنده 20 لقب قاري، عنده 8 في دوري الابطال و4 في كاس الكؤوس الافريقيه،
واحده في الكونفدراليه، واحده في السوبر، او سته في السوبر الافريقي، واحده في الافرو اسيويه، وبكره ان شاء الله الجمعه تكون باذن الله اللقب التاسع كلها أرقام مع الاميره. كلها ارقام بتضع الاهلي في حته بعيده قوي. لا مش يعني سابق مؤكد في كل صحيح. الارقام دي يعني هو خسرنا مره واحده بتاعت النجم الساحلي اول مباراه اللي وضعتنا في مأزق، صحيح تجاوزنا هذا الامر. 34 هدف وست اهداف في الدفاع، يعني انت في هجوما اللي احنا مش عاجبنا انت اقوى هجوم، دفاعا اللي انت مش عاجبك اقوى دفاع، اقوى دفاع محليا وافريقيا. اذا الارقام لما تبقى محليا تتطابق مع افريقيا دي قيمه قيمه فنيه. أيوه. لكن انت ليه مش عاجبك؟ انت مش عايز تتعرض لخطوره، مش عايز تقلق انت تتفرج، مش عايز فرصه تضيع. ماشي، ده طموح ومشروع وكويس، بتحاول توصل لاحسن من كده. لكن النادي الاهلي يوصل 13 مره يكسب 8 مرات ويخسر خمسه منهم، على الاقل ثلاثه ما يخسرهمش. ماشي، هو كل الايام بتيجي بتجيب لك حقك لحد عندك، من متابيلا للامتي لاحمد احمد وهكذا، بلاوي سودا كتيره. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل ناس كتيرة هتتمسك من عظمة لسانها. أهلا بحضراتكم من جديد، متواصلين معاكم، وأعتقد الفقرة المهمة جدا ليلة القمة، ليلة 27، احنا النهاردة ليلة 27، 27 نوفمبر بقى اليوم التاريخي البارز في الكرة المصرية، عشان كده حاجات كتيرة جمعناها لكم لحضراتكم في بعظمة لسانه. الملك يطارد الأميرة، إيه رأيك؟ إيه الملاحقة دي؟ الملاحقة دي احنا هذا العنوان احنا يعني قلناه من كام سنة، وكرم من ربنا أن يظل الأهلي يلاحق هذه الأميرة، بس المرة دي بقى بإذن الله الملاحقة تسفر عن استحواذ الصيام. استحواذ بقى استحواذ وانت معاك مدرب اعلى حاجه عنده الاستحواذ. شوف كل ما يقال من مقارنات هو مين احسن من مين، مين اكتر من مين، الكلام ده سيبه للملعب. للملعب طبعا استاذ ابراهيم ده الكوره عملت فينا اعمال كتير جدا يا استاذ ابراهيم. استاذ ابراهيم الماتش اللي خسرناه 3-1 احنا ارقامنا كانت فيه مرعبه يا استاذ ابراهيم. طيب ما فيش حاجة كده، في حاجة اسمها توفيق، لابد أن يحالفك التوفيق بكل عناصر لعبة يومية. اعمل اللي عليك. أيوة بس اعمل عليك وأدي أداء محترم منضبط وسيب التوفيق بجدية، ما تخليش حد يستفزك على رأي كابتن صالح ويخرجك بره المباراة. لأن دي أخطر حاجة. إنك تجد نفسك لا المباراة واخداك في سكة تفاصيل رفيعة، ما أنتش بتلعب بقى. انت عمال يا بتبص للحكم يا بتتكلم يا بتجري على الفار يا بتقول اي يا بتشاور للدكتور، يعني عمليه نتمنى ان احنا نقدم كره محترمه ونقدر. طيب. نقدر فرقتين عندهم القدره دي، نقدر ان شاء الله، ونقدر نشوف تفاصيل هذه الملاحقه بين الملك والاميره في هذا التقرير. البطوله منبتها في ارضنا، أهديناها للجميع من عندنا. أنت دايما، أنت دايما، أنت دايما في الأمام. كلمات كتبها الكاتب الصحفي الكبير فكري أباظة، يشدو بها كل عاشق للنادي الأهلي جيلا بعد جيل. النادي الأهلي مصنع البطولات ومحطم الأرقام القياسية في كل البطولات القارية والمحلية، وباتت الألقاب لصيقة بالفانيلة الحمراء. قبل ساعات من النهائي الإفريقي المرتقب يمتلك النادي الأهلي سجلا حافلا بالبطولات في دوري أبطال إفريقيا. الشياطين الحمر الذين بدأوا مشاركتهم في بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في عام 1976، وغاب عنهم التوفيق أول مشاركتين بسبب ضعف الخبرات لدى بعض نجومه، بدأ يسيطر على القارة السمراء منذ عام 1981، حيث تأهل لنصف نهائي البطولة القارية، إلا أنه قرر عدم خوض مباراته أمام جيت تيزي أوزو الجزائري بسبب وفاة الرئيس الراحل محمد أنور السادات. بعدها في عام 1982 توج النادي الأهلي بأول ألقابه في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بمسماها القديم
أبطال إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب العنيد كوتوكو الغني الذي عاد في العام التالي وخطف الأميرة السمراء من فارسها البطل وسط أجواء تحكيمية غير عادلة. وقبل نهاية حقبة الثمانينات رفض محمود الخطيب رئيس النادي الحالي وأسطورته الخالدة أن يرحل عن الفريق دون أن يترك بصمة لتكون مسك الختام في مشواره مع المارد الأحمر، وأعلن اعتزال لاعب كرة القدم بعد التتويج بدور أبطال إفريقيا موسم 1987. بعدها في ظل ارتباط النادي الأهلي بمشاركاته العربية ومقاطعته البطولات الإفريقية، غابت الأميرة عن فارسها الذي عاد وبقوة وكشر عن أنيابه وخطف معشوقته وسط أرقام قياسية ونتائج خطفت القلوب والعقول وأجبرت المنافسين على الانحناء احتراما وتقديرا لفارس الكرة الإفريقية وبطلها الأهلي، الذي مع بداية الألفية الثانية حقق 6 ألقاب مواسم 2001 2005 2006 2008 2012 و2013، وخسر في 3 نهائيات مواسم 2007 2017 و2018. والجميع يعرف كيف سقط الفارس الأحمر من جواده. الهزائم 3 السابقة لم تكن في ملعب كرة القدم، إنما تكفلت عوامل خارجية في إبعاد الفارس عن معشوقته الأميرة السمراء. الأهلي شارك في بطولة دوري الأبطال 31 مرة، يليه الزمالك بعدد 23 مشاركة. أكبر فوز للأهلي على فريق إطلع برا الجنوب السوداني في البطولة الحالية بنتيجة 9-0. يعني سألتني سؤال في الفاصل؟ واسأله لك قدام الناس. أنا مش حابب التحفظ ده. سألت المهندس عدلي مين اللاعب اللي تتمنى موسيماني يحطه بكره في التشكيل؟ مين اللي أنت مستنيه؟ في ظل تقارب المستويات يا أستاذ إبراهيم، لذلك أنا بندهش يقول لك خطأ في التشكيل، مفيش حاجة اسمها خطأ في التشكيل. لما يبقى اللعيبة متقاربة في توفيق لاعب وعدم توفيق لاعب والتزام لاعب وعدم التزام لاعب. لكن لما تيجي تقول لي خط الظهر بالشناوي هل في كلام كتير؟ هيبقى معروف يا هاني وأيمن أشرف وياسر وعلي معلول، ممكن يحصل تعديل وحيد في رامي ربيعة حسب الحالة الفنية واللي انت طالب ايه من الخط ده بكرة، فما فيش لخبطة. خط الوسط بغياب ديانج حدد نفسه السولية. بقول له مين اللاعب اللي تتمنى يكون موجود بكره؟ قال لي ديانج. قال لي ديانج. طب اعمل ايه بقى الكورونا؟ ديانج في الماتش ده كان هيبقى مهم جدا جدا. صحيح، لان هو عايش حاله بدنيه عاليه، ثانيا بينقل الملعب بشكل رائع بشكل فردي في الهجمات المرتده بشكل خطوره. فهو لعيب كان يستطيع ان يغير. ربنا يشفيه ان شاء الله. ما علينا يعني، انما اللي موجود كويسين جدا. انت بتتكلم على 2 منتخب مصر، حمدي وسلية، وقدامهم والاثنين دويتو هايل الحقيقه، يعني حتى لما كانوا بيلعبوا مع بعض التوفيق في شكل اللعب منسجمين قوي باذن الله التوفيق. وساعات على فكره عشان انا من ضمن الناس اللي ما تحبش انها ترى الامور بالشكل ده، ساعات القدر يفرض عليك حاجه تكون لمصلحتك، تكون هو افضل حاجه، تكون هي دي مصلحتك. انت مش عارف. عندك قفشه في خلاف؟ لا طبعا مفيش خلاف. يبقى احنا بنتكلم في حسين الشحات في خلاف؟ لا مفيش خلاف. يبقى انت عندك احنا بنتكلم في المهاجم اجايه في خلاف؟ لا مفيش خلاف. بنتكلم في المهاجم مروان محسن في خلاف؟ لا. ما هو يا باجي على فكره انت لما تشوف ماتش الزمالك اللي خسرناه ده باجي كان واحد من اهم اللعيبه في الماتش ده. مش شرط انت اللعيب يوميه هيعمل معاك ايه. مروان طبعا لعيب عنده خبرات ولعيب عنده قدرات وكل حاجه. هو موسيماني هيلعب ازاي؟ فكره بقى. طب انا اقول لك الماتش بكره بالفريق الذي يستطيع ان يضغط على الفريق الاخر، يضغط ويلعب كومباكت، مندمج كتله، اضغط اذا قدرنا. هو ده الكاركتر بتاعنا.
لا عرفنا نفرضه بكره. اذا ده السلاح اللي انت تتمنى يكون موجود. نظري وانا بتفرج. اللي انا مش هتفرج. وانا مش بتفرج. وجهه نظري وانا مش بتفرج. وانا مش هتفرج. وجهه نظرك التخيليه. التخيليه. يعني انت وانت قاعد كده بعد الساعه 9 دلوقتي زمانهم بيضغطوا. اضغط. اضغط يا اضغط وانت مش شايف الكره فين. بس انا ليه رجاء لبتوع السوشيال ميديا؟ لان ساعات احب ابص على الفيسبوك بتعذب. كل كوره فيها راي. وعاده الناس من خوفها ما بتكتبش الراي الايجابي. بتعلق على المباراه على السوشيال ميديا. بتحسسك انك انت ضايع. تيجي تتفرج على الماتش تلاقي لا الوضع. طب ما انا تملي بقول لك اقفل التليفون. يا اخي امال هعرف الدنيا ماشيه ازاي؟ بعديها. طيب التشكيل بس ما قلتليش اللاعب تحديدا مين اللي ما ينفعش يتقال. مفيش حاجه كده. مفيش لاعب يقدر انك تقول لي لو ده هو انا هجيب بركات ولا ابو تريكه ولا هجيب عماد متعب ولا فلافي يعني هتجيب الناس منين؟ اللي موجودين دلوقتي كويسين قوي. قوي. عايزين نشوف اللعب الجماعي بتاع النادي الاهلي اللي بيفرض شخصيه الاهلي في الملعب. جيل يستحق يبدا تجربه جديده. انت عايز طب انا هجاوبك اهو. اللاعب اللي عايز اشوفه بكره هو الفريق. فريق. والسلاح الضغط. كومباكت وضغط. كلام سهل في الكوره. ما تتكلمش في الكوره. طيب راينا ممكن يتقال ان احنا منحازين وطبيعي لازم نكون منحازين. انا بضحك لما اسمع كلام كتير من الناس يقول لك عايزين اعلام محايد ومفيش اعلام محايد على سطح الـ 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 الارض. مفيش اعلام محايد. في اعلام موضوعي. في اعلام عنده معايير يلتزم بيها. لكن موضوعي شيء لكن انت عندك وجهه نظر في الشخصيه. بس انا بقول لك محايد. مفيش يعني حتى وسائل الاعلام العالميه في اعلى الدول الديمقراطيه مفيش وسيله الاعلام بتنحاز لوجهه نظر الملاك او لترويج اصحاب الوسيله او للترويج لاهدافهم. يعني انت لما تشوف الانتخابات الامريكيه اعلام محايد ايه؟ يعني لا مفيش يعني مش دي مش بلد الديمقراطيه. البي بي سي نفسها يعني كواحده من اهم التجارب دي ناس بتحرك الراي العام. وانت عشان تحرك الراي العام انت محايد ازاي؟ لكن ليها معايير. بقول لكم من الطبيعي ان احنا نكون منحازين لوجهه نظر النادي الاهلي. آملين واثقين باذن الله تعالى في ان المباراه تطلع بالشكل اللي يليق بالكره المصريه وبما يسعد الملايين من جماهير الاهلي الكبيره باذن الله. لو شفنا بقى جولة في الآراء المحايدة، المحايدة اللي هي غير شغالة في مصر، اللي مش موجودة أطراف العمل فيها. المدير الفني للوداد المغربي كان له جولة كبيرة مع الأهلي. ميجيل جاموندي الأهلي أطاح بيه من السيمي فاينل، واتفرج على الزمالك والرجاء باهتمام شديد جدا، عشان كده كلامه لما سئل في أون تايم سبورتس عن رأيه في نهائي الاهلي والزمالك توقعاته مين يكسب. نشوف كيف ترى النهائي الافريقي. How do you see the final of Africa between اهلي and زمالك؟ واجهت الاهلي مرتين. كيف ترى مواطن القوه والضعف في النادي الاهلي وكيف ترى فكر مستر بيتسو موسيماني؟ اعتقد ان الاهلي يستطيع الاحتفاظ بالكره بشكل جيد وهو من الناحيه التكتيكيه الفريق في قوته وهي النقطه الهامه التي يتميز بها اللاعبون وهو يستطيع السيطره على الكره والتحرك بشكل جيد. هم يستطيعون تحريك ايضا التمريرات بشكل متميز ولدى الاهلي العديد من اللاعبين المتميزين. من وجهة نظرك أهم اللاعبين في تشكيلة النادي الأهلي مين؟ يعني أفكر بطريقة أخرى. أنا دائما أحلل الفريق بصفة عامة إجمالي أدائه وليس لاعبين فقط منفردين. الزمالك أيضا لديه هو فريق جيد وفريق قوي جدا وبالتأكيد ستشهد المباراة أن هي مباراة مختلفة تماما عما أداه الفريقان وخاصة أنهما يعرفان بعضهما البعض ودون حدوث أي أخطاء من جانب إحدى الفريقين في هذه المباراة. مستر ميجال كيف ترى بغض النظر عن الأسماء كيف ترى مواجهة مدرب مثل موسيماني يعتمد على الكرة السريعة والاستحواذ والتمريرات السريعة في مواجهة مدرب
بيعتمد أكثر على التحفظ الدفاعي وتأمين نص الملعب، وبالتالي يعني اللعب على المضمون. كيف ترى هذه المواجهة؟ أنا أفضل طريقة موسيماني بالطبع، لأنه يؤدي بهذه الطريقة، الضغط دائما على الخصم، نقل الكرة السريعة والهجوم المستمر للنادي اللاعبين. هي تشكيلة جيدة من التمريرات القصيرة ثم نقل الكرة بشكل سريع. ربما أنا في الوداد كمدرب أفضل فريق موسيماني، طريقة موسيماني. أخيرا، تتوقع الفوز سيكون من نصيب من، الأهلي أم الزمالك؟ سؤال صعب جدا صديقي العزيز لأجيب عليه من هو الفائز، ولكن بالنسبة لي كرة القدم هي مباراة وسيفوز بها من يكون أكثر تركيزا، وصعب الإجابة عن الفريق الفائز، ولكن سيكون وبالتالي بعد 90 دقيقة ربما تكون هناك ضربات ترجيحية بعد الوقت الإضافي. طبعا هو الراجل اتكلم، هو لاعب الأهلي اتكلم يعني تقريبا اللي احنا قلناه، وان قوت الأهلي في التكتيك والجماعية والسرعات، و هو ما اتكلمش على الزمالك كتير غير انه قال ده فريق قوي جدا، واحنا كلنا عارفين هذا الكلام. اذا التوقع في كرة القدم مش شغل محترفين، ده شغل ناس تقعد بقى يعني عايزه تعمل فن. مفيش حاجه اسمها التوقع في كرة القدم، مفيش توقع عند جاموندي مدرب الوداد، بس اكيد نجم ريال مدريد لما يتكلم على الاهلي والزمالك ممكن يبقى عنده توقع بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وسعداء بعوده المهندس عادل القيعي لمكانه وتفاعلكم الكبير الحقيقه مع هذه العوده وعوده احمد مره ثانيه. لكن تكلمنا قبل الفاصل على رؤيه المهندس عادل القيعي وازاي تطابقت مع رؤيه ميجيل جاموندي المدير الفني للوداد البيضاوي المغربي عن لقاء الغد. لما يبقى الاهلي والزمالك بيلعبوا نهائي دوري ابطال افريقيا ويطلع حد يقول لك دي حاجه كده اشبه بريال مدريد وبرشلونه، ما هو هي حصلت فين على مستوى العالم؟ في اسبانيا. ما شفناش في حته تانية ناديين من نفس البلد لعبوا النهائي؟ لا اذكر يعني. شفتوا عظمه الكره المصريه وصلت لفين؟ شفت ان في حاجه جميله جدا لازم كلنا كمصريين نفخر ونسعد بيها. اسمعوا رأي نجم ريال مدريد السابق سالجادو اللي كان اشتغل مع أجيري وقت تدريب المنتخب الوطني، سئل في اون تايم سبورتس عن الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا، نجم ريال مدريد شايف ده ازاي؟ انت تملك علاقات جيده مع لاعبي الاهلي والزمالك، كيف ترى مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا بينهما؟ What do you think about this match between الاهلي والزمالك؟ I play so many classics, you know, 19 classics, Barcelona. لقد لعبت العديد من مباريات الكلاسيكو، تقريبا ما يقرب من 19 مباراة بين ريال مدريد وبرشلونة. أنا أعلم تماما ما تمثله هذه المباراة بالنسبة للاعبين. إنها معركة كبيرة، مباراة القرن. الأهلي والزمالك يلعبون المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. فنهائي أفريقيا مثله مثلما يلعب ريال مدريد وبرشلونة المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا. إنها المرة الأولى التي تحدث. الأمر الآخر أنه من الرائع أن يكون الأهلي والزمالك في النهائي، لأن ذلك يظهر لنا قوة الكرة المصرية ومستواها المرتفع. أنا أعرف معظم اللاعبين لأني كنت أعمل معهم، أنا أحبهم جميعا وأتمنى لهم كل التوفيق. ستكون مباراة مدهشة، فجميع المصريين سيكونون متابعين للمباراة يوم الجمعة. سأتابع المباراة وبالطبع سأستمتع بمشاهدتها. العقلية الاحترافية لا تعترف بما حدث في الماضي. أنا أعرف اللاعبين، فإذا كان أحد الفريقين لا يعيش أفضل حالاته فهذا لن يؤثر على المباراة. اللاعبين لديهم دوافع هائلة، وهو ما يصعب التكهن أو التنبؤ بأي نتيجة، وذلك ما يوضح ما قلته. أن لاعبي الفريقين لديهم الحافز لتحقيق أمر تاريخي، ليس فقط الفوز ببطولة أفريقيا ولكن أيضا الفوز على الغريم التقليدي، وهذا حافز إضافي. فبعد هذه المباراة ستحدث أشياء كثيرة في مصر، لأن الفائز سيكتب له هذا الفوز في التاريخ.
لذا فستكون مباراة رائعة وأتمنى أن يستمتع كل المصريين بها. طيب الإعداد في فترة سلجادو دي لحقني عشان يكمل لي المعلومة وقال لي إن بروسيا دورتموند مع بايرن ميونخ لعبوا برضو الأوروبي في الأوروبي وريفر بلات وبيكا جونيور أمريكا اللاتينية وبيكا جونيورز في أمريكا اللاتينية. طيب يعني وليفربول وتوتنهام من سنتين صحيح لعبوا فاينل؟ لعبوا فاينل. هي يا جماعة الأهلي والزمالك الأهلي والزمالك لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أفريقيا معلش بس لأول مرة في دوري أبطال أفريقيا يكون النهائي يعني مصري. بروسيا قريب في 2012 لكن ما حصل لا ما توتنهام يمكن لعبوا في السيمي فاينل. طيب سلجادو شايف انه دي مسألة تعكس قيمة الكرة المصرية. ايوه هو ده احنا ليه بنقول كده؟ لان احنا عمالين نعد على اطراف اليد الواحدة الحالات السابقة. فلما يتكرر الامر عندك بين الاثنين اللي هم اصلا مترتبين من القرن الماضي اول وثاني يبقى هذه قيمة مش بالصدفة. في قيمة للكرة المصرية لازم يكون على قدرها. لازم هاجي لك ازاي نقدر نستغل ده تسويقيا؟ ازاي نقدر نعلم من القيمه التسويقيه للكره المصريه اللي عندنا ناس في العالم شايفينها انه بقت حاجه كبيره. عندك ناديين في نهائي البطوله القاريه. الاخوه العرب الاشقاء العرب نفسهم باصين لده نظره تقدير واحترام كبير. المعلق الرياضي فهد العتيبي سئل في اون تايم سبورتس عن نهائي الاهلي والزمالك شايفه ازاي؟ صعبة خاص تحدي كبير ما بارك إذا كان الديربي ما بارك إذا كان ديربي مع الحسم ديربي تاريخي بين الأهلي والزمالك كان بيكون الشكل أحلى لو كان الجمهور حاضر طبعا. رؤيتك في الفترة الأخيرة للأهلي وللزمالك شايف اللقاء إزاي؟ اللي شفته أنا في البطولة وفي الفترة الأخيرة بالنسبة لأداء الزمالك أنهم عندهم قدرة عالية بصراحة على تأدية الأدوار الدفاعية التحفظ الدفاعي بشكل جيد واللعب الجماعي ممكن نشوف الاسلوب هذا موجود حتى في المباراه النهائيه عكس النادي الاهلي اللي مثل ما تفضلت يحب الاستحواذ اكثر على الكره لكن في مباريات الديربي انت تنتظر مفاجات طبعا. على هي تحسم على جزئيات بسيطه ما اظن ان المباراه راح تحسم بسهوله اعتقد انها بتكون مباراه صعبه جدا على الفريقين وما استبعد انه المباراه يعني تستمر في حاله تعادل فتره طويله يعني ما تحسم الا في الأمتار الأخيرة ممكن تصل لضربات الجزاء تقصد؟ ممكن جدا يعني شفناه في هالبطولة في تقارب كبير في المستوى بين الفريقين وفي رغبة كبيرة يعني الأهلي الجيل الحالي حاب أن يفوز ببطولة أفريقيا لأنه ست سنوات تقريبا الأهلي ما ذهب هالبطولة صحيح ما فاز في هالبطولة وهو يعني بين قوسين سيد البطولة على مستوى الألقاب وأكثر فريق فوز في كأس أفريقيا صح. الزمالك عندهم رغبة أنه هذا حلم بالنسبة لهم فترة طويلة بالنسبة للزمالك تكلم من 2002 لم يحقق الفريق بطولة أفريقيا صح. طيب خليني أسألك من وجهة نظرك أبرز اللاعبين اللي ممكن يبقوا هم العنصر المؤثر في اللقاء ده من الأهلي ومن الزمالك هو شوف أكيد كل فريق يراهن على الأسماء الموجودة عنده بس أنا بعد كمان راهن على الإدارة الفنية داخل الماتش يعني مباراة بتكون صعبة حتى على مستوى المدربين انت توقعاتك ايه للقاء زي ده يعني من رؤيتك للاهلي ومن رؤيتك للزمالك شايف مين الاقرب للقاء انا قراءتي المباراه الاهلي يمسك كوره والزمالك يتراجع وهنا حنشوف ايه اللي هيحصل لكن مفيش توقع مين الفايز مين الاقرب بصراحه ما في توقع صعب مباراه نهائيه ومباراه ديربي يعني ما يمكن تتوقع فيها بتفق معاك جدا ما هو لا جديد نفس الكلام يعني كل الناس شايفة إن الماتش في الملعب والتوفيق ما حتى مش قادرين يعني أصل سؤال مين اللعيب يعني ما أنا شايف حتى السؤال نفسه إجابته هتضيف شيء لحد الماتش ده ممكن اللعيب ما أنتش عامل حسابه خالص هو اللي كسبك فخلينا بقى نشوف النهائي في عيون مشجعي أفريقيا أو نيجيريا تعالى نيجيريا تقرير من نيجيريا كان في عن هذا النهائي المهم جدا نشوف العيون النيجيرية شايفة الأهلي والزمالك والنهائي إزاي شا
مواجهة مصرية تقليدية وكلا الفريقين يعرفان بعضهم البعض، وأعتقد أن الأهلي يتفوق على الزمالك نظرا لأنه فاز بالدوري هذا العام بفارق 22 نقطة، كما أن الأهلي حاليا واقع تحت تأثير بيتسو وهو ربما أفضل مدرب في القارة الإفريقية حاليا. نحن نعلم ما فعله مع ماميلودي سانداونز، ولهذا أعتقد أن الأهلي سيكون له اليد العليا في هذه المباراة، خاصة وأن النهائي سيكون من مباراة واحدة بسبب جائحة كورونا. وبالطبع لا يمكن أن أنسى أن الأهلي يضم النيجيري جونيور آجيي، ولكن مشاركته في المباراة من عدمها أمر يعود للمدرب، ولكنه لو لعب سيكون دفعة قوية لهجوم الأهلي. وبالتأكيد أنا شخصيا أتمنى أن يلعب. عموما أرى أنه شيء جيد أن ترى لاعبا نيجيريا في نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأتذكر أيضا أن أسيك ميموزا ليفواري كان يضم لاعبا نيجيريا في وقت ما. وبما أن الأندية النيجيرية لا تفوز حاليا بدوري أبطال إفريقيا، فسيكون من الجيد أن نرى لاعبا نيجيريا يفوز بهذه البطولة. هذا هو نهائي دوري الأبطال الذي نحب أن نراه، لأن كلا الفريقين المصريين كان كالإعصار الذي هب على إفريقيا هذا الموسم. ولكنني أحب الأهلي لأنني أراه ريال مدريد إفريقيا، وربما لأن لديهم المهاجم النيجيري جونيور آجاي. وأعتقد أنه سيكون نهائي قوي، وأشعر أن الأهلي وجونيور آجاي سيكونوا هم الفائزين، خاصة وأنهم الآن تحت القيادة الفنية لبيتسو موسيماني الذي أراه كجوزي مورينو أفريقيا في الوقت الحالي، ولديه خبرة الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وربما سيحقق لهم اللقب. ستكون مباراة نهائية رائعة على الرغم من عدم وجود جماهير في الاستاد. إنه شيء لا يصدق، فريقين من مصر في النهائي. ولكن الدرس المستفاد هنا، بعيدا عن جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم، فإن العوائد المالية ستذهب إلى الجانب المصري من الرعاة ومن الجانب التجاري لكرة القدم، ومع تلك العوائد ستستمر كرة القدم المصرية في الصعود. وأنا أتطلع إلى نهائي مثير سيكون كالمعركة، لأن كرة القدم بالنسبة للمصريين هي الحياة. هي دي مجموعة من آراء إعلاميين نيجيريين، كل واحد فيهم لمس في حتة. طبعا واضح إن هم يعني عواطفهم ان في لعيب نيجيري هيلعب مع النادي الاهلي هذه البطوله، يتمنوا له الخير ويتمنوا له بتاع. لكن اخر واحد اتكلم ده اللي اتكلم في الصميم، قال لك ايه؟ العوائد الاقتصاديه، كل الفلوس بتاعه الفاينل خلاص داخله مصر، يا هنا يا هنا، ودي هتعمل انتعاشه من الرعاه، وهتعمل تاثير على القيمة التسويقية للناديين. طبعا اللي يكسب هيبقى يفوز بنصيب الأسد، ولكن هي دي بقى لما تيجي تبص للأمور وانت بتحلل من الصورة من بعيد، هو شايف ان الكسبان مصر، كسبان حتى على الصعيد التجاري والتسويقي. لكن لما تاخد الثلاث آراء أستاذ إبراهيم تفرح، حاجة حلوة، الناس شايفه الكره المصريه ازاي. الراجل بيقول لك الاهلي ده ريال مدريد افريقيا، يعني طبعا حاجه على المستوى الشخصي تخلينا مبسوطين قوي. انا بتكلم ان ينظروا الى الكره المصريه ازاي دلوقتي في اللحظه دي. هو ده اللي بقوله، قاعدين نبني والله العظيم كمسؤولين لازم نبني على اللحظه دي تسويقيا. ازاي نقدر نبني عليها؟ ده كلام مهم جدا مع المهندس عدلي بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا مسحه كورونا غيبت ثلاثة من الأهلي وثلاثة من الزمالك. مين هيدفع فاتورة كورونا أكتر؟ مين اللي يتأثر فنيا أكتر؟ مين اللي غياب الثلاثة بتوعه هيأثروا على أفكار مدربه أكتر؟ ده كان سؤال مهم جدا طرح في أكتر من برنامج، يمكن الكابتن وليد صلاح الدين أمير الموهوبين والمحللين الحقيقة في أون تايم سبورتس قال رؤيته على شكل الأداء المتوقع. مين غيابته تفرق اكتر؟ بص خلينا نتفق ان عشان احنا برضو يعني لعيبه كوره، فهنبقى مش ماشيين مع الناس قوي في فكره ان الزمالك غياباته مؤثره اكتر او الاهلي.
الحالة عندك حسبة تانية؟ عندي حسبة تانية خالص. إيه الحالة في الملعب يا إبراهيم؟ يعني ممكن الونش يلعب وممكن أوباما يلعب وممكن عبدالله جمعة يلعب ويبقوا وحشين فرب ضرة النافعة مثلا. أيوة لا مش الفكرة حالتك يوم المباراة هتبقى عاملة إزاي؟ يعني ديانج أحسن لعيب في النادي الأهلي الفترة اللي فات، لكن أنت تضمن لي أنه لو كان لعب كان هيبقى أحسن لعيب في الملعب؟ لكن خلينا نقول ان غيابات الفرقتين من وجهة نظري مؤثرة على الدكة. مؤثرة على الدكة. يعني النادي الاهلي التغييرة الاولى كانت وليد سليمان، تغييرة مهمة جدا وممكن ينزل ويبقى احسن لعيب في الملعب ويهدف. التغييرة الثانية كانت حمدي فتحي، بما ان ديانج والسولية هم اللي هيبتدوا، فحمدي فتحي تغييرة مهمة جدا. النهاردة حمدي هيبقى في الملعب وما عندكش ولا ديانج ولا حتى احمد فتحي. فهتمشي ازاي في نص الملعب لو حابب تغير دكه النادي الاهلي؟ يعني تكاد تكون انت قلقان كاهلاوي تروح لدكه نادي الزمالك قلقان جدا، لان انت يعني عبد الله جمعه مش هيلعب، فغالبا اسلام جابر هيلعب. لو مين اللي هيلعب على حساب اوباما؟ لو قلنا ان شيكابالا مثلا ناحيه اليمين وزيزو في النص وبن شرق شمال، وانا بتفق معاك لما سالت كابتن حمادة عبد اللطيف ممكن يبتدي شيكابالا، انا اظن انه ممكن جدا يبتدي، بالعكس هو اظن هو الاقرب شيكابالا. لانه ناجم وهو بيسخن رجله شدت، امام عاشور مش متأيد، اسلام جابر رجع على ورا، كاسونجو هتحطه فين؟ لو حبيت انك تحط كاسونجو ناحيه الشمال هتضطر تضحي باحسن مكان لبن شرقي وهتدخله جوه، هتدخله في نص الملعب مكان اوباما رقم 10. فبالتالي اظن ان دي تغييره تضر نادي الزمالك. طيب يا سلام عليك يا وليد صراحه، شوف خدنا في سكه. شوف انا واحنا جايين في العربيه كنا بنتكلم، ناس شايفه ان كابتن وليد الفتره الاخرانيه مش لا يعني ما بيلعبش الماتش كله وديانج مش عارف، لكن هي هتاثر على الدكه، ودي اهم جمله اتقالت. طبعا انك انت بقى الفرقتين بقى محكومين في الاختيارات. فالدكه ساعتها يا اما هتخلي المدرب يستحمل لعيب مش بيديله احسن حاجه في الدنيا، يا اما هتضطر يعمل تغيير شبه اضطراري. لان انت لما تشوف دكه النادي الاهلي افريقيا هو باقي فيها مين؟ هيبقى فيه كهربا اظن، وهيبقى موجود جيرالدو احمد الشيخ ورامي ربيعه، ياسر يا واحد منهم، محمود وحيد، هو محمود وحيد. لا والله دكه مش وحشه برضه، دكه برضه. ولو بدا مروان محسن يبقى اليو باجي. الزمالك هتلاقي نفس الشيء، هتلاقي برضه. شوف الفرقتين مليانين لعيبه، لكن مؤكد ان العناصر الاساسيه هتبدا، لا العناصر اللي غايبه دي كانت هتديك دكه اتقل. كانت هتديك دكه اتقل، او مش دكه اتقل، دكه تكتيكيا فيها مرونه اكتر. لكن كان في لاعب مهم جدا في الاهلي، فضل عمرو اديب مهتم جدا يسال هو مصاب ولا لا. نشوف معايا الاستاذ حازم الحديدي مدير اعمال محمد الشناوي وكهربا ووليد سليمان وصالح جمعه وعمرو السوليه، ونعرف ايه حقيقه انه في ناس فيهم عندها كورونا او ما عندهمش، جاهزين لمباراه يوم الجمعه ولا لا؟ عشان نفسي ان شاء الله يكونوا جاهزين. اهلا استاذ حازم، ازي حضرتك؟ شكرا. سلام، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انا مبسوط طبعا ان هو نفسك ان هم يكونوا جاهزين يوم الجمعه، بس ده من قلبك؟ من قلبي وبكل صدق، خصوصا الشناوي، خصوصا وليد. لا كده يبقى تمام. لا الشناوي كويس. تمام، الشناوي كويس. متاكدين؟ اعملوا له مسحه تانية. لا ان شاء الله يعمل مسحه تانية وثالثه وهيبقى كويس يوم الجمعه، ما تقلقش. فانت بتؤكد انه الشناوي ما عندوش اي مشاكل في الكورونا؟ لا الشناوي سليم. انا عايزك تطمن جدا على الشناوي. يعني الشناوي عايزك تطمن عليه. هو كان ناقص بس حازم يقول له عيني في عينك كده. انا عايزك تطمن قوي. يا نهار ابيض، هو كويس. عايزك تطمن جدا على الشناوي. طيب محمود فتح الله اتكلم برضه في زاويه، انا عجباني. انت عجبك كلام فتح الله؟ انا عجبني. في اتزان وفي الحياه وفي عقلانيه جديده قوي. نشوف.
شايف ماتش الماتش اللي جاي بتاع يوم الجمعه ازاي؟ صعب جدا، صعب جدا. حدث مهم ويمكن اول مره في التاريخ يحصل نهائي البطوله يبقى الزمالك واهلي، اول مره. اتمنى ان احنا الحدث ده ما بيحصلش خالص، ما حصلش خالص، فاول مره يحصل فنستغله، يعني ما نخلوش يعدي كده. يعني احنا مش كل سنه هيوصل لنهائي الزمالك والاهلي، مش كل سنه، ده اول مره في التاريخ تحصل. فاتمنى ان الموضوع نحط قدامنا اسم الناديين وقبليهم اسم مصر، يعني المشهد يبقى يتناسب مع اسم مصر. فالشغل اللي كان الشهور اللي فاتت يمكن الدنيا هديت اخر اسبوع لاسبوعين، تعصب وده يجرح في ده وده يشتم في ده وده ينتقد في ده والناس عماله عايز اقول لك ايه، في جزء من الاعلام، في جزء من المسؤولين، في جزء من اللعيبه فاهم القصه غلط، فاهم الحكايه كلها غلط، حتى المسؤولين او اللي في الانديه فاهمين القصه غلط، فاهمين انهم هم او اللعيبه يعني فاهمين انهم عشان يكسبوا الجمهور والجمهور يحبهم انهم لازم يغلطوا في النادي التاني اللي بينافس. اللعيبه اللي بتلعب ولا اللعيبه اللي بطلت؟ اللعيبه اللي بتلعب بتحصل، يعني الموضوع ده بيحصل منها طبعا، لكن اللعيبه اللي بطلت يعني نصيب الاسد في القصه دي، فعايز يرجع للمشهد فيعمل ايه؟ اطلع النهارده مع ميدو واشتم في فلان، هكسب جماهير بتاعه النادي بتاعي وهكسب ان انا هتواجد على طول في الاعلام. وفي يا ميدو برامج دلوقتي للاسف، للاسف يعني برامج بتطلع بتنشا فكره البرنامج انهم يجيبوا ناس تغلط، في مجرد انها تغلط او ناس تشتم او ناس تقول كلام خارج من اللي هو بيشد الناس وترند والكلام ده. طبعا محمود فتح الله يعني لمس على البرامج اللي عملت الاثاره ولمس، ده اللي احنا بنقوله، ان الاجواء من 15 يوم كده كان في حاجات عجيبه جدا جدا، وكل واحد يقول لك الروح الرياضيه وبعدين يخش للروح الانتقاميه، يحط الملح على الجرح، للروح الانتقاميه، اه للملح على الجرح، ازاي يجنن اللي قدام؟ ودي قاعدين نرجع لها بعدين، لان صناعه الفتنه مشت على نار هاديه شويه ومستمره، فلازم كل واحد كل واحد بقى قدام المسؤولين يشيل ليلته بصراحه. عايزين ما فيش تعصب، كل واحد يشيل ليلته. لكن انت عايز تسمع راي بشير التبعي. بشير التبعي ليه؟ لانه مباراه النهائي بدون جمهور. طب لما كان بيبقى فيه جمهور كان بيبقى تاثيره ايه؟ اعتقد اجواء كانت بتبقى مهمه جدا طبعا، وتاثير واضح. نشوف الكابتن بشير التبعي. لعيبه من الزمالك كانت بتخاف من الاهلي؟ احنا ما كناش بنخاف من النادي الاهلي، احنا كنا بنخاف من جمهور النادي الاهلي. لعيبه نادي الزمالك ما كانتش بتخاف من النادي الاهلي كلعيبه، لا احنا ايوه بس كنت بتخاف وخلاص. بخاف من جمهور النادي الاهلي. الله، طب وانت ما عندكش جمهور؟ لا بص ايه ده؟ خليني بص خليني واقعي وصريح وطبيعي. جمهور نادي الزمالك عمره ما كان قد جمهور النادي الاهلي في ماتشات القمه، دي حقيقه. وقد اي يعني انت كنت بتخاف من جمهور النادي الاهلي؟ لا طبعا، ما بتخافش من لعيبه النادي الاهلي؟ لا طبعا، لا طبعا. جمهور النادي الاهلي من قبل يعني الماتش مثلا بساعتين ثلاثه، يعني انت كنت بتترعب؟ لا انا عمري كان في حاجه مهمه. انا لو تعبت كنت بطلت كوره من زمان. طب ما بتراقب الجماهير. لا انا لا في حاجه قالها لك، انت بتقول اللعيبه بتخاف، بقول لك اه كان في لعيبه بتخاف. طيب ما قلتش بشير التبعي بيخاف. طيب لا استنى بس يا مهيب، انا في حاجه بس معلش استاذنك. هو بيقول لك ان انا بخاف من جماهير النادي الاهلي عشان جماهير النادي الاهلي في الاستاد بتبقى اكتر. طب جماهير الزمالك كانت بتخاف تروح ليه؟ تشجعك. لا دي مش بتاعتي انا. يبقى في خوف. دي مش بتاعت انا. مش بتاعتك ازاي؟ طب وانت انت كنت دي مش بتاعت انا. كان في لعيبه من الاهلي بيخافوا من لا انت كنت بتحترم الفرقه. لا كان في لعيبه بتخاف بامانه. واقسم بالله ابدا. يعني كابتن بشير التبعي اثار اهميه الجماهير، وده اللي احنا كنا بنقوله، الاهلي اكثر الناس المتضررين من غيبه الجماهير، لانه صاحب الجمهور الاكبر. ايوه. واللي كان بيقول لك قبليها بساعتين ثلاثه يجي متحمس لكن عجبني بقى القعده دي فيها دعابه وفيها ود وفيها ناس بقى اهو، ده اللي ممكن نقوله لبعض من غير ما نوصل الدنيا للغضب والانفجار والكراهيه مش هجيب لعيبه اقول له انت بتحب ايه وبتكره ايه واكتر حاجه كنت فرحت امتى، يقول لك لما هو عايزين دي الروح اللي كانت سائده. يعني كابتن بشير انا قعدت قدامه شخصيا وانا لما بشوفه دلوقتي مبسوط جدا انه بيتكلم بالطريقه دي، لان هو راجل يعني عواطفه
منفجر قوي يعني، هو وعلى طبيعته قوي على فكرة. فأتمنى الماتش بقى بإذن الله يخرج تسود روح الود والدعابة، مفيش مانع يبقى فيه دعابة والاحترام. ده الاحترام ده هي القيمة الأهم، الاحترام القيمة الأهم، الاحترام للمنافس، الاحترام للروح الرياضية، الاحترام لكل الجماهير. كفاية أن احنا عندنا الأهلي واخد 8 ألقاب في الأميرة، 8 ألقاب الأهلي الرقم القياسي، يجي التاني بعد منه على طول الزمالك بخمس ألقاب، ومازيمبي بخمسة، والترجي 4، وهافيا كوناكر بثلاثة. انت طبعا يعني في كل حاجة السوبر ولا انا بتكلم في دوري الأبطال، دوري الأبطال، في دوري الأبطال الأهلي عنده الثمان ألقاب بكرة بإذن الله تعالى. اللي واحد واخد منهم 6، يعني الأهلي 8 وائل 6، بكرة إن شاء الله تعالى كل الأمل إن الأهلي يحوز على اللقب التاسع مع الأميرة. دمتم للأهلي دائما، ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في الثامنة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. الفوز للأهلي، تصبحوا على خير.